الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع المقدمة رقم 2 أو الجزء الثاني من مقدمة إلى قواعد التكامل. مقدمة 2 إلى قواعد التكامل Integration Basics No. 2. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. أذكركم نتحدث في هذا المقطع عما يسمى التكامل المحدد Definite Integral، وما نقصده هو القيام بعملية حساب التكامل Integration المحصورة بين قيمتين محددتين أو أكثر. وقد تحدثنا هنا، أذكركم بهذا في المقطع السابق اللي هو مقدمة رقم 1، مقدمة رقم 1 عن قواعد التكامل غير المحدد. إن شاء الله سأقدم يعني تباعا مقدم رقم 3 و4 وهكذا عن قواعد التكامل ومسائل معقدة بإذن الله. سأقدم في هذا المقطع بعض الأمثلة البسيطة وتطبيق على برنامج جيوجبرا، وفي مقاطع مقبلة إن شاء الله أذكركم سأقدم أمثلة عن مسائل معقدة وطرق التكامل المتعددة. مثال واحد، سأقدم في هذا المقطع 3 أمثلة، كل مثال مشفوع ب يعني حل دقيق زائد تطبيق جيوجبرا. في المثال الأول نفترض بأن الآن الدالة f of x تساوي x تربيع، لاحظوا لي f of x تساوي x تربيع، نحتاج إلى حساب المساحة تحت منحنى هذه الدالة بين القيمتين، هذا الحد الأدنى اللي هو a تساوي سالب 3 و b تساوي 3، إذن بين القيمتين سالب 3 و 3، ما يعني بأن صيغة التكامل كما تعلمناها من القواعد الأولى تكون كما يلي. هذه لاحظوا لي إشارة التكامل integration أو إشارة التكامل للدالة x تربيع dx، من نبدأ بسالب 3 وننتهي ب3. أرجو أن ننتبه على هذا الكلام. هاي الآن الحد الأعلى، لاحظوا لي هنا، وهذا الحد الأدنى، فهذا الحد الأدنى اللي هو سالب 3 هنا يوضع عادة، وموجب 3 بيكون في هذه يعني b تساوي 3 بأعلى الانتجريشن ساين أو إشارة الانتجريشن. فالآن إذا نريد أن نحسب المساحة تحت منحنى هذه الدالة بين قيمة x تساوي سالب 3 وقيمة x تساوي 3، نتابع صيغة المسألة مرة أخرى. هذه صيغة المسألة، التكامل لx تربيع dx الآن من سالب 3 إلى 3. يكون حل المسألة كما يأتي. الآن نأخذ دالة x تربيع من كما تعلمنا بالقواعد الأولى، الآن تصبح الآن ثلث، لاحظوا لي الآن هنا هذه الآن منضيف عليها 1 تصبح 3 وتصبح هي في المقام، فإذا 1 على 3 ومنضيف لها 1 بالإس هنا أو بالأس أو بالقوة فتصبح ثلث x تكعيب. نحسبها الآن بين سالب 3 إلى 3، نبدأ بالموجب نطرح منه قيمة سالبة. الآن إذا بنعوض عن x، هذه اللي هي x تكعيب، بنعوض عن x بثلاثة، فإذا ثلث 3 تكعيب سالب ثلث سالب الثلاثة، لأنه الآن حساب التكامل بين سالب 3 و 3، فإذا سالب ثلث سالب الثلاثة تكعيب. لاحظوا لي هنا ثلث 3 تكعيب سالب ثلث سالب الثلاثة تكعيب. إذا هاي بسيطة، لاحظوا لي لأنه هذه إشارة سالبة ولأنه تكعيب هنا يعني للقوة 3 فتصبح إشارة بالحالة هاي سالبة، سالبة في سالب موجب، إذا بتكون بالحالة هاي القيمة كما هون. طبعا حدود التكامل بين 3 إلى سالب 3 أو سالب 3 إلى 3 فبكون 27 سالب سالب 27 على 3، 27 على 3 سالب 27 على 3 يساوي 9 زائد 9 يساوي 18. هذا الآن التمثيل البياني لهذه المسألة، إنه هذه x تربيع f of x أو x تربيع، حسبنا المساحة تحت هذا المنحنى المحدد من سالب 3 إلى 3، لأنها متماثلة حول المحور العمودي فبكون المساحة على يمين على اليسار يساوي المساحة على اليمين فقط بهذه المسألة طبعا، ومسائل أخرى ربما، فتسعة تسعة تساوي 18 كما هم. الآن سأطبق تطبيق جيوجبرا على هذا الكلام حتى تعلم الطلبة أحبة الطلبة والتابعين كيف نستخدم برنامج جيوجبرا على هذه المسألة، وسأعود طبعا. إذا دعنا نتوقف هون ونذهب إلى جيوجبرا. هذا الآن جيوجبرا مرتبة المسألة التي وضعناها اللي هي
f of x عفوا f هنا عندي f of x تساوي لاحظوا لي هنا x تربيع أو تستطيع أن تضعها الآن من مباشرة من الكيبورد أو من لوحة المفاتيح. هنا الآن الأمر الثاني هو طبعا لاحظوا لي هنا الأمر الأول إن وضعنا الدالة ورسمتها البيانية أو الشكل البيانية. هنا بدي الآن integration بختار الآن integration بين ماذا لاحظوا لي هنا عندي عدة خيارات. هنا عندي عدة خيارات والأول هو بالنسبة لنا أهول لأنه بختار integration للفنكشن اللي هي الدالة والقيمة الابتدائية والقيمة النهائية. فإذا نضع هذه العلامة بقول لي الانتجريشن الفانكشن اللي هو f بعدين سالب 3 إلى 3. بعد ما أنتهي الآن أضغط انتر طلعوا لي الآن هذه اللهم صل على محمد المساحة بين الآن سالب 3 من هنا إلى هنا تساوي 18. أستطيع أن أخفي هذا الآن شو ليبل أستطيع أخفيها لأن مبين هنا أعطاني الجواب لاحظوا لي يعني تكامل fx dx اللي هي هذه الدالة اللي هي f من سالب 3 أعطاني 18 اللي هي المنطقة المضللة تحت المنحنى من سالب 3 إلى 3 اللي هي هذه المسألة هنا. okay. يعني الآن أعطيكم مثالين آخرين إن شاء الله فلأنني سأضطر العودة إلى الجيوجبرا فالآن سأعمل ديليت هنا وأعمل ديليت هنا وأذهب إلى الباوربوينت ثاني مرة وأعمل الآن داتا شو من هنا خلصنا منها. الآن المسألة الثانية لنفترض بأننا عفوا نحتاج إلى حساب مساحة تحت المنحنى الآن دالة هذه f of x تساوي x تربيع عفوا x زائد x تربيع f of x تساوي x زائد x تربيع بين قيمتين سالب 3 و3 كمان ما يعني بأن صيغة التكامل تكون كاملة. الآن التكامل بين سالب 3 وإلى 3 للدالة اللي هي x زائد x تربيع dx. إذا كيف بتكون الآن صيغة الحل كما يلي تكون بالحالة هاي نصف لاحظوا لي هاي الآن أصبحت الآن لأنها مرفوعة القوة واحد فمنزيد القوة بمقدار واحد بصير عندي 2 ومنقسم 1 على 2 إذا نصف x تربيع هذه منزيد القوة 1 تصبح 3 لكن منقسم منضربها في ثلث إذا نصف x تربيع زائد ثلث x تكعيب من أين حدود التكامل من سالب 3 إلى 3 الآن أريد أن أعيد هنا هذه 3 الحد الأعلى و سالب 3 الحد الأدنى إذا تصبح كما يلي تساوي نصف الآن يعني بعوض الآن عن x تربيع بثلاثة تربيع وهنا x تكعيب بثلاثة تكعيب وأطرح منها x تربيع لكن بدل x بحط سالب ثلاثة كذلك الأمر x تكعيب بدل بحط x بدلها سالب ثلاثة إذا بتكون مسألة كما يلي نصف ثلاثة تربيع زائد ثلث ثلاثة تكعيب سالب الآن نصف ثلاثة تربيع زائد ثلث ثلاثة هنا عفوا نسيت أضع هنا سالب هنا سالب هذه المسألة أنا بعتذر عن هذه سالب يجب أن توضع هنا سالب أرجو الانتباه لها سالب فسالب تكعيب وتساوي بالحالة هاي 9 على 2 زائد 27 لاحظوا لي هنا لأنها سالب فستبقى موجبة لأنها سالب ثلاثة مرفوعة القوة التربيع تبقى موجبة لكن إشارتها هذه خارج القوس أبقت عليها سالب 9 على 2 زائد 27 هنا 3 في 3 في 3 سالب في سالب في سالب موجب 27 على 3 تعطينا 18 لاحظوا لي الآن التمثيل البياني هنا من سالب 3 إلى 3 هذه المسألة اللي هي f of x تساوي x زائد x تربيع لاحظوا لي بدينا من هون لكن لأنه في عندي زيادة x فذهبت هذه المساحة إذن بتكون تساوي 18 بالضبط لأنه هذه كلياتها زائد هذه الكلياتها بتعطينا 18. أوكي الآن على تطبيق جيوجبرا بتوقف هون وبرجع على جيوجبرا الآن بذهب إلى جيوجبرا وبقول له الآن f of x تساوي x زائد x وطبعا للقوة تربيع لاحظوا لي اوكي
الآن بدي integration, integration بختار هذه القيمة هنا function name لوين بقول لي, بقول له الآن بدي f وبدي من سالب 3 إلى 3. بعد ما أغلقت الآن كل شيء الآن أضغط enter أعطاني إياها 18 كما بينت قبل قليل كيف الشكل. أستطيع أن أتخلص من هذا الـ NLA. إذا المساحة هنا هذه المساحة وهذه المساحة مطروح منهما هذه المساحة البسيطة, لكن هذه تضاف إلى الجانب السالب منها فتصبح الآن مساحة 18 كما ذكرت قبل قليل. إذا الدالة X اللي هي F X تساوي X زائد X تربيع. إذا حسبنا المساحة تحت منحنى هذه الدالة من سالب 3 إلى 3 لي F X D X تساوي 18 كما حسبناها قبل قليل. آخر مثال قبل أن أعطي آخر مثال, الآن سأمحى هذا يعني أشطب هذا لأنني سأعود إليه, أضع مينيمايز وأرجع الآن هنا داتا شو. كمان آخر مثال مثال رقم 3 لنفترض بأن لدينا الآن F of X تساوي E اللي هي العدد النيبيري الإكسبونيشن نمبر هذا للقوة X, ونحتاج إلى حساب المنحنى تحت منحنى هذه حساب مساحة تحت منحنى هذه الدالة بين قيمتين سالب 2 و 3, ما يعني بأن صيغة حساب التكامل تكون كما يلي. تذكروا الآن أحبتي أنه هذه مشتقتها هي نفسها ذاتها وتكاملها هو نفس ذاته, لكن الآن حساب التكامل من سالب 2 إلى 3 لـ EX E لقوة X DX تساوي الآن E لقوة X من سالب 2 إلى 3 وتساوي E للقوة 3 سالب E للقوة سالب 2 وتساوي حسب على الآلة الحاسبة أخرجتها 20.0 يعني 20.855 سالب 0.1353 وتساوي تقريبا 19.95 0.2. هذا الآن الشكل لهذه الدالة حسبناها من سالب 2 إلى 3 بتكون هنا يعني F of X تساوي X. لكن الآن تطبيق على الجيوجبرا, إذن أحبتي أتوقف وأذهب إلى الجيوجبرا الآن. هنا الجيوجبرا فبدون لي هنا F of X تساوي E للقوة X. أوكي أعطاني الرسمة إلها مباشرة. بقول له هون integration integ رأسا من أين من أين لأين, بقول له الفانكشن هذا اللي هو F فاصلة من سالب 2 كما ذكرت لكم إلى 3. بعد ما انتهيت من القيمة أضغط Enter لاحظوا 1995. هذه هي الآن المساحة تحت منحنى الدالة EX من سالب 2 إلى 3. لاحظوا من سالب 2 إلى 3 هذه المساحة كلها. أعود الآن إلى PowerPoint اللي هو هذا الآن, وبعمل داتا شو هنا هذه المساحة كما ذكرت لكم إياها. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع, راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة, وإن شاء الله في المقاطع اللاحقة بإذن الله مقدم 3 و4 و5 وهكذا إن شاء الله نستمر فيه حتى نبين كل قواعد التكامل التي يحتاجها طلبة الاقتصاد وإدارة الأعمال, وإن شاء الله حتى طلبة الماجستير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.